أربع سنين ودائما اللي كرها في عاكة الدور قدامنا ونقول كل نهار شي نهار طاح علينا تجاهد نهار وطاحت علينا. الخسائر هي كوزينة مهم داكشي كلشي كيتعاود هنا عارفين كلشي كيتعاود ولكن على الخلعة وهادشي هو اللي كيأثر في النفسية هاد الواحد. لأن لا يعقل على أن رافعة تعمل كتعمل المشروع ديالو وديك الرافعة كتحمل بواحد الوزن زائد وكتجوزها فوق العمارة أخرى. هاد السيد هذا يعني خارق جميع القواعد ديال السكيورتي. أربع سنين ودائما ديك الرافعة كدور قدامنا كنقولوا كل نهار شي نهار طاح علينا تجاهد نهار وطاحت علينا. لو كان راجلي في لو كان في راجلي في كوزينة ولا أنا في كوزينة وكطاحت عليا دابا الحمد لله ما وقعت شي حاجة. لو كان الروح لو كانت الروح على شي حاجة شكون هيعوضنا؟ كلشي كيتعوض إلا الروح. هاد الشيء حسبي الله ونعم الوكيل. دابا هادو خصهم يعملوا معنا شي حال حنايا غنبقاو دايما. دابا أنا ما عارفة والو إلا جيت شفت الدار باقي ما عارفش شني كاين باقي. الخسائر هي كوزينة مهم داكشي كلشي كيتعوض هنا عارفين كلشي كيتعوض ولكن على الخلعة وهادشي هو اللي كيأثر في النفسية ديال الواحد. السلام عليكم. اليوم احنا في الشقة 65 من العمارة 10 عمارة الوفاء اللي وقع فيها شنو غنقول كانت غتكون كارثة. الحمد لله الله قدر ولطف ان كانت اضرار مادية فقط ما كانش اضرار بشرية لان الحمد لله تزامنت مع الوقت ديال المدرسة الا الاطفال كيكونوا دائما كيلعبوا في ذاك المكان اللي طاح فيه الحجر كبير والسيارات الناس ديال الساكنه ديال العماره كيخليو السيارات ديالهم تما. الحمد لله ما كانتش خسائر بشريه ولكن كاين ضرر نفسي وضرر مادي كبير بسبب هذه الكارثه اللي وقعت ديال سقوط الرافعه. المشكل ديالاش باقي ما قالوا لناش شنو وقع. حاليا كنتظروا الخبره شنو غادي تقول لان العماره حاليا الاصطدام اللي وقع كان قوي بزاف لان كنتخوفوا ان يكون تصدعات لما بانتش دابا واللي كتشكل خطر على السكينه ديال العماره كاملين ماشي غير الشقه ديالي اللي وقع فيها الضرر وصار. لان يعني الاصطدام كان قوي بزاف والناس اللي حتى اللي في جهات بعادين على فين طاحت الرافعه تخلعوا خرجوا صحاب لهم واش الزلزال واش شي حاجه تفرقعات واش شي حاجه كبيره لان الصوت كان مفزع الصراحه. الناس خافوا وكل شيء هاود من الزنقه واذا شفتوا الناس اللي في الزنقه راه الجيران كاملين لتحت دابا حتى واحد ما قادر يجلس في الدار ديالو. طبيعه الحال كنطالبوا بجبر الضرر النفسي والمادي اللي وقع والمسؤوليه كيتحملوها المسؤولين على الورش البناء وطبعا السلطات هي معاوننا وتدخلت باش تامن المحيط ديال العماره ما تزيدش توقع الله يحفظ شي كارثه اخرى. في انتظار شنو غيكون يعني غيكون اجتماع مع السلطات ومع المسؤولين على الورش ونشوفوا شنو غيكون. الكارثه اللي صبحت اليوم في احدى العمارات ديال الضحى مجمع الوفاء طريق الرباط العماره 10 بطبيعه الحال. حنا كنعانيو هذه المده ديال سنتين من واحد الورش البناء اللي كيتبنى حدانا وقدمنا شكايات ولكن لا من مجيب. هذا السيد هذا يعني خارق جميع القواعد ديال السكيورتي ديال السكيورتي المعايير ديال السكيورتي راه ما كايناش. حنا ولادنا كيلعبوا واحد الباب ديال العماره باش ما يمشوش واليوم تفاجئنا على ان احدى الرافعات كتسقط فوق العماره ديالنا واللي زعزعت العماره واللي خلات الاولاد ديالنا كاملين في واحد الصدمه يعني كلشي مصدوم كلشي على برا في الزنقه. الحمد لله ما كانت اضرار بشريه ولكن الاضرار الماديه كاينه كاينه بعض الشقق يعني تقريبا 14 شقه اللي تضرت يعني ديك الجناح كله تزعزع. دابا حنا ولادنا قال لك حنا ما ندخلوش للدار كيقول لك حنا ما ندخلوش للدار علاش؟ لان كانت واحد اللحظه ديال الزنزال كلشي كيشاهد كلشي هربان يعني الزنزال وصافي يعني الانسان هربان بالحفال اللي كان الناس خرجوا بلا سبعين ديالهم بلا شي حاجه يعني قدر الله ما شاء فعل والحمد لله اللي ما كانت شي خسائر بشريه. لان لا يعقل على ان رافعه تعمل كتعمل المشروع ديالك وديك الرافعه كتحملها بواحد الوزن زائد وكتجوزها فوق العماره اخرى. لنفرض انها السطح كانوا فيه الناس مثلا كيعملوا الاغراض ديالهم في السطح وطاحت فوق ذاك الناس هذوك فين كنا غادي نصدقوا؟ يعني كارثه ياك يعني. علاش عند يعني عنده اتساع فين يعمل الرافعه ديالو؟ وعاد حنا ملي مشينا شفنا يعني الاساس ديال الرافعه كنجبروها محطوطه على التراب وعلى انها مهرسه من مطعمين سودي يعني على ان ديك الرافعه مسوديه. انا شخصيا دخلت لديك المكان هذاك وشفت شنو وقع تما والحمد لله الحمد لله
بشريه ما كانوا شيء، ولكن الخسائر الماديه يعني، والاهم حاجه هو الخسائر يعني ديك النفسيه هي اللي دابا هنا كل شيء مأثر. انا شخصيا ما نقدرش ندخل لان انا نبقى مع ولادي في الزنقه تنشوفوا شنو غادي يعملوا معنا، والحمد لله السلطات المحليه دخلوا، وحنا اليوم ان شاء الله في 3 العشيه عندنا جلسه مع المقاول ومع الوالي، لان الوالي هو اللي استدعانا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.